اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. النهارده بقى احنا في سرايا القبه قدام المترو بالظبط، في قاعه جميله قوي، وهقول لكم اسمها اخر الفيديو. وهنبدا بالاسعار. اول سعر معانا البوله دي عامله 20 جنيه. تمام كل البولات دي عامله 20 جنيه البوله. الطين ده يخش الفرن ب 120 جنيه. ب 120 جنيه. تمام. الطين ده ب 75. 75. في منه مواسير 75 و90. بعد كده الطين ده 3 مقاسات منه. 3 مقاسات. ده برضه حراري يخش الفرن. 75 الصغير والوسط ب 5. يعني كله ده مش طعم على بعضه، كل واحد بسعر. طعم على بعضه ينفع 75 و90 و120، 3 مقاسات. تمام. بعد كده قلايه البيض دي حراري على النار والفرن. تمام. 35 جنيه. في منها شكل تاني مربع ب 35 برضه. بيخش الميكروويف طبعا ما دام بيخش الفرن. الميكروويف وكل حاجه دي حاجه بورسلين. 35 كل ده. تمام. بعد كده ده مصنع تاني، ده البي اي، ده كل ده فنادق. حلو. دي ب 45 جنيه الواحدة. تمام. في منها الشكل المربع ب 45 برضه. تمام. بعد كده في شكل تاني مقاسين، 45 الصغير و 65 الكبير. حلو. تمام. السلادية دي عامله 65. بعد كده الطين بغطا عامل 75. حلو. تمام. دي ب 65 جنيه لدرجة. ده اهم ركن طبعا عشان العزومات بتاعت رمضان ان شاء الله. هنقول الاسعار كلها. ده ب 75. تمام. الطرت ده في صغير وكبير 100 و125. بص الطين ده 135 الصغير وفي منه كبير ب 150. ده ب 35. 135. ده 135 و 150. 150. بعد كده السنادرة دي 145. السلافيس دي 110 وده ب 145. سلات البيض ب 45 جنيه، فرن ونار وكل حاجه مكرويف. ده الكيلو ب 65 كل ده. بعد منه الترابيزه دي 55 الكيلو. السرافيس دي برضو كلها بنفس السعر صح؟ كله 65 جنيه الكيلو. 65 الكيلو. والاطباق هنا يا جماعه عشان السعر 55 الكيلو. ده كله ده كله 55. ده كيلو بكام؟ انت خليك معانا ولا كيلو 55. بس هو المشكله ان الموديل ده كيلو ب 55 والبوله دي كيلو ب 65. بصي مفيش الا الساده ده ب 45 الكيلو كل التشكيله. كل التشكيله 45 الكيلو. وده الكيلو ب 45 برضه. الكيلو ب 45. ده الكيلو ب 55 الارتبال. ده الكيلو 55 بيخش الميكروويف. ما بيخشش الفرن كمان؟ لا مكرويف بس. عندي واحد عنده عقد في الجامعه يعني كيلو ثلاثه. اللي عايزه تجهز بقى تيجي تجهز لبنتها من هنا ان شاء الله. وعنده كل الاشكال حاجه كده روعه. ثلاثة بعشرة. تمام. كل دوت ثلاثة بعشرة. معنى
كل ده حتى الطقم ده ب 3 ب 10؟ لا ده ب 17 ونص. يعني الثلاثة 17 ونص. يعني الثلاثة ب 17 ونص صح كده؟ ده 26. ايوه بقى عشان الخشاب بقى وعصاية رمضان ان شاء الله حسن طيبين. 26 26 كل ده. ده بكام؟ 26 ده كله. ده كله ب 26. كوبايات ب 20. الكوبايات دي ب 20. دي 6.75. الاثنين مع بعض يعني الواحدة ب 10. دي 6.75. دي 6.75. دي 6 منها ب 30. 6 منها ب 30. دي الاثنين ب 15 ممكن ده. الاثنين ب 15. ب 45 البومبونيرة. البومبونيرة ب 45. بصوا اشكال حلوة قوي. 25 6. دي 3 25. 3 25. وطقم الكوبايات دوت 30 6. كوبايات العصير دي 15. دي 30. ديت برضو 30 6. الطقم الخشاف 25. طقم الفاكهة 25. ايوه دي ب 275. نفس السعر 275. 310 طقم القهوة ده. ايوه 125. ايوه دي ب 125 الأربع مجات مع بعض دول معاك. المجات ديت 125 اي اربع مجات مع بعض. تمام. هاي كده ب 250 و 150. هو البراد ده ما فيش سنجل منه لازم متا. ايوه بقى الاسعار كل ده بالقطعه. ده بالقطعه. ده السرفيس ب 50. كل دي ب 25. دي ب 35. تمام. الكاس اي سرفيس ب 30 ده او ده 30. المج ب 20. طب ما ده احسن. طبعا الغرف ده ب 25. كيلو الملايين ب 75. كيلو ب 75 من التشكيله كلها. تمام. 75 كلها؟ كيلو ب 75. تمام. الوان كتيره اهي. اي عروسه تيجي هنا تاخد يعني هتخلص كل الحاجة اللي هي المفروض تجيبها. اليمين ده خمسة بيور على فكرة ضد الكاس. بصوا الأشكال جميلة ازاي. ستة وتلاتين. حلو ده بكام ده بقى؟ بكام ده؟ كيلو ب 75. اي طبق من هنا ب 25. براد ده ب 50. والبراد الكبير ده بكام؟ 50 برضه. فنجان الشاي ده ب 10 جنيه. ده ب 10 جنيه؟ ديت ب 15. بصوا الالوان كلها صغيره. ديت ب 10. الكبيره دي ب 15. عندهم الوان كثيره. بصوا الكميه والالوان.
ده بكم؟ كيلو 45. كيلو 45. حتى عندهم الابيض والاسود. مضي الاسود ب 20. انا هشوف هنا الاسعار مين هو مين عارف الاسعار هنا يا جماعه. دي اطباق البيتزا. خدي اتفضلي. لسه هشوف اي حد يقول لي الاسعار. بقولك ايه، هو فين الدواء؟ عاوزه تقول لي الاسعار هنا بعد اذنك. مفيش هنا بعد اذنك الاسعار. قول يا عمر. طبق البيتزا ده بكام؟ الصغير ب 65 والكبير ب 75. تمام. اشكال كتير والوان حلوه قوي. وشفاش دي بقى 30. ده بلاستيك ده صح؟ اه. شيك قوي وحلو. والاطباق هنا ال 25 طبق كبير، السبتيز ده ب 20، بولا 17 ونص. تمام. ب 75 الكيلو. بصوا الحته المميزه دي 325. سبعتاشر ونص. ستة دول. ستة. الكاس ده عامل 12 ونص. ده في منه ده فردان 12 ونص، وفي ستة عاملين 60. ومين تاني ده 12 ونص برضه، والصغير ده 7 ونص. انا مش عارفين نرمي. ده؟ اه ده 12 ونص ده. الصغير 7 ونص. احلى حاجة اللي انتوا كاتبين هنا 12 ونص. اه. وده عامل 25. شيلموه. حلو كده. يلا هكملي كده. هوريكم هنا بقى المجات بتاعت رمضان. شكشك اهو، عم شكشك. شكشك ده عامل 20. تمام. وده اسمه ايه ده؟ ده عامل 25. رمضان احلى مع حبيبتي. بولات الشوربه دي عامله 25. نقي لي بقى اربع بولات. اه.
4 بلاط يكونوا حلوين كده. في الرسمه دي دي وفي الرسمه دي حلوه دي وفي رسمه كمان اهي الرسمه دي 3 رسومات. نقلي بقى 4 من دول من دول.